بسرعة القصوى. سالومون كالو وينطلق شرة فيليبس والكورة والحارس توماس كوساك. والركنية لفريق تشيلسي. أربع دقائق بل نصف ساعة من اللعب. كورة مباشرة والحكم جران بول يعطي ضربة مخالفة لتوماس كوساك. وأولي كونار سولشكاير وتشوكون يعطي كورة ممتازة لشون رايت فيليبس اللي صوب والحارس توماس كوساك. هجوم منظم للبلوز ويبقى الخطر قائم. وفيريرا يوسع والتدخل من كيران ريتشاردسون امام الكره. يصر فريق البلوز على هز شباك الحارس توماس كوساك. ليس هنالك الرقم لتشوكول. تشوكول رائع 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 وممتاز. الركنية الرابعة للبلوز مقابل الركنية واحدة لمانشستر يونايتد. كرة مباشرة على مرتين والجول. كيران ريتشاردسون على الخط النهائي للمرة. شان رايت فيليبس وسالومون كالو. شوف شوف الرأسية من سالومون كالو ترجع بالمعاكسة من جديد وفي الأخير يقع الإنقاذ. ملعب أولد ترافورد استعدت جماهير مانشستر يونايتد لتطلق العنان.